السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بشن ضربات صاروخية عنيفة تجاه جماعة الحوثي في اليمن. الضربات جديدة وجديدة للغاية، وتحدثت عن تفاصيلها القيادة المركزية الأمريكية وكذلك مصدر عسكري يمني تابع لجماعة الحوثي لوكالة تسنيم الإيرانية وكذلك المكتب الإعلامي التابع لأنصار الله أو المركز الإعلامي التابع لأنصار الله. الحديث هنا ببساطة بأن جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها قاموا بنصب منصات لإطلاق الصواريخ، منصات محملة بصواريخ الكروز المضادة للسفن متجهة مباشرة على البحر الأحمر لاستهداف خطوط الشحن الموجودة في البحر الأحمر، وهذا ما ضبطته الولايات المتحدة الأمريكية وأرسلت طائراتها المقاتلة وقامت مباشرة باستهداف هذه المنصات الأربعة بالكامل ودمرتها بالكامل. وقبل ذلك بساعات بسيطة كانت هنالك أيضا منصة لصاروخ كروز مضاد للسفن موجه باتجاه البحر الأحمر أيضا قاموا بضربه وتدميره. بالتالي نحن نتحدث عن خمس منصات هي التي استهدفت في 24 ساعة الماضية. والأنباء القادمة من داخل اليمن ممن هم تابعين لجماعة الحوثي قالوا ببساطة بأن الضربات جاءت باتجاه صعدة وباتجاه الحديدة، لكن موقع تسنيم وحتى أنصار الله تحدثوا عن مسألة مختلفة تماما وقالوا بأن الضربات أكبر بكثير مما تتحدث عنه القيادة المركزية بأنها كانت عبارة عن 15 غارة طالت صعدة وبشكل مركز وأكبر طالت الحديدة. وهذه الضربات هي تأتي بعد ساعات من ضربات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا وبدعم من 6 دول. ثالث موجة عنيفة من الضربات كانت موجهة على جماعة الحوثي في اليمن، ونتحدث عن 36 هدفا في 13 موقعا استهدفوا فيها العديد من المحافظات. 6 محافظات هي التي استهدفت طبعا، إذا ما ذمار أو البيضاء أو صنعاء كلها ضربت بقوة كبيرة للغاية. ضربوا الرادارات، الأنظمة الصاروخية أو حتى ما تأتي من صواريخ وأسلحة تحت الأرض خاصة بجماعة الحوثي كلها ضربت. لا بل إن سكاي نيوز عربية تحدثت بأن هنالك قتلى بين جماعة الحوثي بسبب هذه الضربات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، 40 قتيلا من هذه الجماعة. وهذه الضربات أدت إلى هؤلاء القتلى، والموجتين السابقتين أساسا أدت إلى مقتل كذلك عناصرا من الحرس الثوري الإيراني وحتى من حزب الله اللبناني كما أكدت سابقا سكاي نيوز عربية. بالتالي ضربات كبيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه جماعة الحوثي، لكن هذه الجماعة ورغم كل هذه الضربات التي اتضح بأنها عبارة عن موجات كبيرة من الضربات بمشاركة كبيرة مع عدد من الدول الأخرى تتخلخلها العديد من الضربات مثل الضربات التي نتحدث عنها، إلا أن جماعة الحوثي ببساطة بررت المسألة بأن الحديث والترويج بأنهم يهددون الملاحة بأكملها ويغلقون المياه بأكملها هذا أمر غير صحيح. هم قالوا ببساطة بأننا نستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل، وأضفنا إلى بنك الأهداف السفن البريطانية والأمريكية، وذلك لسبب واضح ومهم للغاية لأن بالنسبة للبريطانيين والأمريكيين هم استهدفونا، ولهذا بدأنا نستهدف سفنهم، وبأن المسألة كلها مرتبطة بقطاع غزة. أوقفوا الحرب في قطاع غزة وسنوقف كل هذه العمليات التي تجري في هذه المنطقة، وأن هنالك دعما شعبيا كبيرا لجماعة الحوثي في الاستمرار بهذه العمليات، خاصة وأن الشعب اليمني بشكل عام حتى ممن هم موجودين في مناطق الحكومة الشرعية أو حتى في المجلس الانتقالي الجنوبي كلهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام. وعلى هذا الأساس هنالك استمرار ودعم كبير ولا توقف بهذه الهجمات، وإن كان هنالك أضعافا لهم في قدراتهم بشكل عام، ولكن طبعا الغرب يختلف بهذه المسألة إن كانت الولايات المتحدة أو بريطانيا أو حلف حارس الازدهار أو ممن يشاركون في الضربات الهجومية التي تأتي على جماعة الحوثي من ضمن Operation Poseidon Archer، وذلك لأنهم يرون أن هنالك أدلة كافية بأن السفن التجارية التي استهدفت أغلبها لم تكن أساسا إسرائيلية أو متجهة لإسرائيل، وحتى أن هنالك سفنا ليست أمريكية ولا حتى بريطانية ولا إسرائيلية ولا متجهة لإسرائيل كما تحدثنا، وبالتالي أن هنالك رغبة من جماعة الحوثي لإغلاق هذه المنطقة مضيق باب المندب، وعلى هذا الأساس يريدون محاصرة أوروبا بأكملها لأن البحر الأحمر
كما هو معروف يتجه مباشرة أو يصب في البحر المتوسط بعد عبور قناة السويس، وبالتالي أوروبا هي التي ستتضرر، وأن هنالك خطر لارتفاع أسعار النفط بشكل عام، وعلى هذا الأساس لن يسمحوا بهذه المسألة وسيستمرون بضرباتهم. ولكن ما هو مثير في هذه المسألة أن جماعة الحوثي ستستمر رغم كل هذه الضربات التي نراها، إلا أنها تقول بأن لدي القدرات، وفعلا أثبتت هذا الأمر في الكثير من موجات الضربات التي تعرضت لها، إلا أنها لا زالت تقوم بهجماتها على البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو خليج عدن، وهذا يعود لأسباب مهمة لا بد من الانتباه لها. ضمن الحملة أو الموجة الأخيرة من الضربات الأمريكية البريطانية، كانت هنالك لقطات لهذه الجبال أو هذا الجبل، وهو جبل النهدين في صنعاء كما تلاحظون، هنالك ضربات باتجاه هذا الجبل بشكل مباشر. دعونا نحاول أن نحدد هذا الموقع بشكل عام. سنلاحظ بأننا ببساطة أولا أمام هذا الطريق الذي نراه هنا الذي يمتد بهذا الشكل، يعني أن هنالك مباني بهذا الاتجاه ومباني بهذا الاتجاه، وأن هنالك طريقا واضحا. وأيضا سنلاحظ أن هذا هو الجبل الذي نراه، وهو جبل النهدين. كانت هنالك ضربة بهذا الاتجاه وضربة بهذا الاتجاه. إذا ما دققنا هذا الأمر بالقمر الصناعي الآن، دعونا نتجه إلى القمر الصناعي إلى صنعاء، وسنرى ما طبيعة هذه الضربات ولماذا أن ليست كل هذه الضربات قد لا تكون مؤثرة بالشكل الكبير. هذا هو الجبل، نتجه 180 درجة لكي نأخذ تقريبا نفس المنظر الذي رأيناه قبل قليل الآن من هذا المقطع المصور، وسنلاحظ بأننا أمام تقريبا نفس الزاوية، نفس الطريق، هذه نفس المباني تقريبا هنا وهنا، وهذه هي وهذا هو جبل النهدين كما نلاحظ، وأن الضربات جاءت ببساطة في نقطتين كما نلاحظ. هذه الضربة الأولى بهذا الاتجاه وضربة بهذا الاتجاه في النقطة الخلفية بين طبعا المرتفعين هنا في هذا الجبل المهم، وبالتالي دعونا ندقق أكثر بشكل دقيق على النقطة التي استهدفت الأولى في اللقطة الأولى التي رأيناها. سنلاحظ هنا ببساطة بأن الضربة تقريبا جاءت باتجاه هذا الطريق أو هذه النقطة تحديدا، وستلاحظ أن هنالك نفق طريق مؤدي إلى نفق تحت الجبل، والواضح أن هذه الضربة استهدفت فتحة النفق أو الطريق على الأقل من أجل تعطيل عملية خروج الطائرات المسيرة أو الصواريخ تنتقل إلى نقاط معينة لكي تستهدف على سبيل المثال البحر الأحمر أو حتى خليج عدن بشكل عام، وبالتالي الضربة لم تأتي مباشرة على خزين الطائرات المسيرة والصواريخ الموجودة هنا، بالتالي الخزين لا زال موجودا، هذه مسألة تعطيل لا أكثر ولا أقل. وأيضا سنلاحظ أن النقطة الأخرى من الضربة الأمريكية البريطانية التي جاءت على هذا الجبل، دعونا نتوقف، سنجد نفس العملية بشكل تقريبي. ستجد أن الطريق الذي استهدف أو النقطة التي استهدفت هي تأتي على هذا الطريق تقريبا، والطريق المؤدي إلى هذه الفتحة، فتحة نفق كما هو واضح ليتم تخزين الصواريخ أو الطائرات المسيرة هنا، بالتالي يبدو أن الضربة جاءت هنا أو جاءت هنا لتعطيل هذه المنطقة بشكل عام، ولكن خزين الطائرات المسيرة والصواريخ لا زالت موجودة هنا، بالتالي أنت تضرب بجبل عملاق. سبق التحالف العربي الذي قادته المملكة العربية السعودية أن تم استهداف هذا الجبل كثيرا، ولكن جماعة الحوثي أبقت على قدراتها الهجومية في نهاية المطاف. وسنرى هنا أيضا بأن إحدى النقاط التي استهدفت كان جبل عطان، كانت هنالك صورة واضحة ومحدثة من القمر الصناعي لهذه النقطة، نأخذ 180 درجة لكي نقارنها مع الصورة المحدثة. بالضبط الصورة هي تعود لهذه النقطة تحديدا هنا بهذا الاتجاه، لاحظ هذه الصورة هنا قبل وهنا بعد، قد لا يكون واضحا طبيعة التغير الذي جرى، ولكن التغير جرى هنا تقريبا، لاحظ أن اللون فاتح باللون الأبيض هنا، ولاحظ أنه أصبح غامقا نوعا ما، هذا يدلل أن هنالك ضربة قد جاءت في هذه المنطقة تحديدا. دعونا نقترب منها أكثر، هذه قبل وهذه بعد، إذن هنالك ضربة بهذه المنطقة. وإذا ما عدنا إلى نفس القمر الصناعي الآن لنقترب بهذا الاتجاه، سنجد نفس ما جرى مع جبل النهدين هنا في جبل عطان، ترى بأن هنالك طريقا مؤدي. ودعونا نعود إلى هذه الصورة مرة أخرى لنكبر هذا المقطع الآن، وسنلاحظ بأننا نتحدث عن طريق مؤدي بهذا الاتجاه إلى نفق آخر، وأن هذه الضربة جاءت هنا أو جاءت باتجاه فتحة النفق، ولكن بشكل عام الطائرات المسيرة والصواريخ لا زالت موجودة، الخزينة الخاص بجماعة
الحوثي لا زال موجودا، وممكن أن تكون هنالك أكثر من طريقة لإخراج هذا الخزين من الصواريخ وغيرها لاستخدامه فيما بعد. وهذا أمر انتبهت له أيضا وكالة رويترز. من طبيعة الهجمات لاحظوا أن الأمر ليس سهلا على حلف حارس الازدهار أو الولايات المتحدة أو بريطانيا من تدمير كل هذه القدرات. وأوضحوا بهذا الشكل بأن طبيعة الصواريخ بشكل عام لجماعة الحوثي، هذه الصواريخ البالستية التي المضادة للسفن التي تستخدمها هذه الجماعة، وهنا صواريخ الكروز، ولاحظ المديات كبيرة للغاية بالنسبة للصواريخ البالستية، 500 كيلومتر 450 كيلومتر، وتلاحظ هنا حتى 800 كيلومتر لصواريخ الكروز المضادة للسفن، 300 كيلومتر 40-80، مديات بعيدة للغاية كما نلاحظ، وبعض المعلومات غير معروفة عن هذه الصواريخ. الطائرات المسيرة لاحظ 2500 كيلومتر بالنسبة لشاهد 136، لكن النسخة الخاصة بجماعة الحوثي هنا 1300 و500 كيلومتر، 150 كيلومتر و200 كيلومتر بالنسبة لقاصف وقاصف 2K كما تلاحظون. بالتالي مسافات هائلة، وهذه المسافات مسيطر عليها من جماعة الحوثي. مضيق باب المندب كله 40 كيلومترا هنا، وتقريبا بهذه المنطقة إذا ما أخذنا قياسا بهذا الاتجاه ستجد بأنها ما يقارب 110 كيلومترا، ومن الحديدة إلى هذه السواحل الأريترية فإنها تقريبا 170 إلى 180 كيلومترا، والسفن أساسا تسير وسط البحر الأحمر، بالتالي تغطية كاملة وسيطرة كاملة على مستوى مدى الصواريخ كانت البالستية أو صواريخ الكروز أو حتى الطائرات المسيرة بشكل عام. والطائرات المسيرة بحسب ما نشرته وكالة رويترز من هذه الدراسة المهمة للغاية، المنصات بسيطة للغاية لإطلاق هذه الطائرات. لاحظ من هذه العربة بهذا شكل بالنسبة لطائرات شاهد التي ممكن أن تطلق أيضا من منصات أبسط بكثير من هذه الشاحنة، ومنصات بسيطة لإطلاق طائرات المسيرة صماد. وعادة هذه الطائرات عندما تنطلق بهذا الشكل من النقاط أو التواجد أو النقطة التي انطلقت فيها من اليمن وتقوم هذه الطائرة بالتحليق، لاحظ بأنها بمجرد ما تدخل إلى البحر الأحمر على سبيل المثال فإنها ستنخفض نوعا ما بهذا الشكل، بل إنها تنخفض أكثر مع مستوى المياه، وذلك لكي تتفادى المنظومات الرادارية للسفن أو منظومات حتى الرادارية للمدمرات الموجودة في المنطقة، وبالتالي تكون هي متخفية حتى تصل إلى هدفها وتحقق هدفها بنجاح. هذه الصعوبة مع هذه الطائرات المسيرة، وأنها عادة كما أوضحت رويترز من خلال هذه الدراسة بأن الطائرات المسيرة تحلق وترتفع عندما تصل إلى هدفها، ومن ثم تقوم بالهبوط إلى النقطة التي تريد أن تستهدفها في هذه السفينة، وذلك من أجل تحقيق أكبر ضرر ممكن في هذه السفن. وإذا ما أخذنا على سبيل المثال من تاريخ الضربات بشكل عام منذ أن بدأوا وقاموا بخطف جالكسي ليدر حتى يومنا هذا، فإننا سنلاحظ عندما تقوم جماعة الحوثي بمهاجمة أي سفينة بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ إن كانت البالستية أو صواريخ الكروز، دائما تحقق إصابة في السفينة التي تستهدفها. هنا لاحظ باللون الأصفر كما نلاحظ هذه للطائرات المسيرة، اللون الأحمر هنا من نجمة الحمراء هي للصواريخ إن كانت طبعا مملوءة باللون الأحمر بهذا الشكل أو غامقة إن صح التعبير، فإن هذا يعني أن هنالك إصابة. وباللون الأصفر نفس القضية، وإن لم تكن طبعا إن كانت فاتحة من الداخل أو فارغة من الداخل فهذا يعني أنها لم تصب ولكنها كانت متجهة مباشرة إلى هذه السفينة. ولاحظ هنا هجوم بصاروخ وهجوم بطائرة مسيرة، الصاروخ أصاب السفينة، هجوم بصاروخ وهجوم بطائرة مسيرة إصابتين مباشرة، هجوم بطائرة مسيرة وصاروخ هنا إصابة من المسيرة لم يصب الصاروخ. ولاحظ دائما الإصابة تقريبا 100% عندما يكون هنالك دمج بين الصواريخ والطائرات المسيرة على هذه السفن. لاحظ أن الصواريخ هنا إصابة، هنا إصابة، هنا إصابة، هنا كان نوعا ما مس لم تصب ولكن أصابت مرة أخرى. نسبة إصابة الصواريخ عالية للسفن التجارية كما نرى، أما الطائرات المسيرة عادة ما لا تصيب ولكنها تصيب عندما تريد الإصابة، تحقق هذه الإصابة خاصة إن كانت هنالك مشاغلة للمدمرات التي تحمي هذه السفن. هنا أصابت على سبيل المثال، وكذلك أن هنالك أمثلة أخرى للطائرات المسيرة عندما تصيب في الصفحة الثانية. هنا ستلاحظ أن هنالك بعض الإصابات هنا على سبيل المثال، ولكن بالغالب هي لا تصيب عندما تتجه على هذه السفن. الصواريخ نوعا ما أفضل، البالستية أو صواريخ الكروز تحقق الإصابة. بشكل عام أنت ترى بأن إن ما أخذنا نسبة تقريبية قد نكون 50% تقريبا تتحقق الإصابات على السفن بشكل عام من قبل جماعة الحوثي، وبالتالي تلاحظ هنا هذا
التوضيح أو هذه الجدول الموضح فيه بأن باللون الأصفر هنا الإصابات دائما تحدث، وباللون الرمادي هي نوعا ما المست، أي أنها لم تصب، وبالتالي واضح جدا بأننا تقريبا أمام 50% من القدرات لجماعة الحوثي في هذه الإصابات. لكن الطائرات المسيرة طبعا هي ليست خارقة، وهي أيضا لديها نقاط الضعف بأن يصدر منها صوت عالي من المحركات الخاصة بها، وهذا طبعا يعطي مؤشرا لمن يسمع السماء أو موجودا طبعا في السفينة على سطح السفينة سيسمع صوتها وضجيجها العالي، وكذلك هي بطيئة، بالتالي ممكن حتى لو الرادار لم يضبط هذه الطائرات المسيرة بسبب أنها مخفضة باتجاه هذه السفن إلا ممكن أن تضبط بهذا الشكل البسيط بسماعها، وبعد ذلك يتم استهدافها، بالتالي هي أيضا فيها نقاط ضعف، ولكنها تحقق ما هو مطلوب بالنسبة لجماعة الحوثي، وهذا هو الأهم لهذه الجماعة، أن دائما تستخدم الطائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية أو صواريخ الكروز لتحقيق ما تبحث عنه، أن تضرب أي ضربة وإن ضعفت قدراتها وإن كانت قدراتها أصعب، لكن أي ضربة بهذا الاتجاه هو كافي لإخافة شركات الشحن من الاستمرار بهذه المنطقة بشكل عام. شركات الشحن الآن ترى ببساطة بأن هنالك حلفا كبيرا منتشرا في البحر الأحمر وفي خليج عدن، حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور، غواصات، صواريخ التوماهوك وغيرها، ويرون أيضا أن هنالك استهداف واستهدافات على جماعة الحوثي، وجماعة الحوثي تعود لاستهدافات على هذا الحلف أو حلف حارس الازدهار. وعلى هذا الأساس وببساطة أن أي شركة شحن ستكون خائفة من العودة مرة أخرى للمرور بهذه المنطقة، لأننا كما رأينا في الإحصائيات ببساطة بأن رغم هذا التحشيد الكبير وزيادة المدمرات في المنطقة إلا أن هذه السفن دائما تحت الخطر، وممكن لجماعة الحوثي فعلا أن تضرب هذه السفن بشكل مباشر، وبالتالي جماعة الحوثي وإن خسروا الكثير من الضربات يبدو بأنهم دائما إن أسقطوا أي طائرة مسيرة في المياه حتى لو قرب أي سفينة فإن شركات الشحن ستكون في موقف صعب، وبالتالي الظروف تبقى مغلقة بهذه المنطقة، والتشجيع كبير طبعا من الجانب الإيراني، دعم كبير على مستوى التكنولوجيا في الأنظمة الصاروخية وأنظمة الطائرات المسيرة اكتسبتها جماعة الحوثي، وبالتالي هي تصنع ما تحتاجه من خلال هذه الاستهدافات. وإيران أيضا هددت الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة سفينة بهشاد التي تلعب أدوارا كبيرة واستخبارية مهمة في خليج عدن، وهي متمركزة تقريبا بهذا الاتجاه قريبة من جيبوتي كما نلاحظ. التهديد كان واضحا كما نشرته إلى أسوشيتد بريس، أرسلوا الولايات المتحدة تحذيرا، انتبهوا ولا تستهدفوا سفينة بهشاد أو حتى سفينة سافيز التي يبدو بأنها موجودة أيضا في هذه المنطقة. الخارجية الإيرانية ببساطة أيضا نددت تماما بكل الهجمات الأمريكية المتجهة تجاه اليمن أو تجاه العراق وتجاه سوريا، واعتبرتها انتهاكا لحقوق أو انتهاكات خطيرة للغاية للسيادة لهذه الدول ببساطة. وكذلك مهر النيوز اليوم أكدت بشكل رسمي بأن الجيش الإيراني سيبدأ بمناورات بحرية جديدة مع روسيا ومع الصين. لاحظ التحدي الكبير هنا والرسائل الواضحة من قبل الجانب الإيراني، وبالتالي جماعة الحوثي دائما وأبدا متشجعة للاستمرار بهذه العمليات كما نتحدث الآن. وحتى على الرغم من الولايات المتحدة قامت بضربات كبيرة ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران، إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا، وحققت بحسب تقييم CNN من 85 هدفا قاموا بتدمير 84 هدفا، أي نسبة عالية للغاية من الاستهدافات. والوار زون قد نشرت صورة لعكاشات التي استهدفت بهذا الشكل، لاحظ طبيعة الدمار من خلال الإشارات والتحديثات في القمر الصناعي، الدمار هنا وكذلك هنا وكذلك هذه المربعات التي نراها هنا قد استهدفت هنا بشكل أوضح، لاحظ الدمار ودمار ودمار هنا، وبالتالي دمار كبير جاء على عكاشات، كما نلاحظ هذه نقطة أخرى أيضا استهدفت، بالتالي ضربات كبيرة للغاية وحققوا نسبة إصابة عالية في هذه المنطقة، وكان هنالك حتى تصويرا من داخل عكاشات من هذه المنطقة التي رأيناها مما نشرته الورزون من القمر الصناعي، ترى دمارا كبيرا، حتى الذي يصور قد تحدث بأن هنالك 25 قتيلا بالإضافة إلى 10 أشخاص في تلك اللحظة لا زالوا تحت الأنقاض، بالتالي الضربة وما هو معلن هي في الحقيقة أكبر مما هو معلن بالنسبة لما هو قادم من الداخل من إحصائيات وطبيعة القتلى طبعا وغيرها. لكن في نهاية المطاف
السلوك لهذه الفصائل لم يتغير كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، والمقاومة الإسلامية في العراق قامت بهجوم بالطائرات المسيرة باتجاه إحدى أهم القواعد على الإطلاق وأكبر القواعد الأمريكية الموجودة في سوريا إلى شرق نهر الفرات. الأسوشيتد بريس تحدثت عن خسائر هي والمرصد السوري لحقوق الإنسان لمن هم متواجدين في هذه القاعدة. وطبعا هذه المنطقة غرب نهر الفرات باللون الأحمر هي تحت سيطرة الفصائل المسلحة المقربة من إيران، الجيش العربي السوري كلهم متواجدين هنا. والقاعدة التي نتحدث عنها هي قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، وكذلك قاعدة كونيكو هنا. وفي هذه القاعدة، في قاعدة حقل العمر النفطي، تتواجد قوات أو قوات الكوماندوز الخاصة بقوات الاس دي اف، وهي قوات سوريا الديمقراطية الموجودة في عمق هذه القاعدة. هذا الأمر الآن أصبح واضحا للجميع بسبب الضربة بالطائرة المسيرة التي جاءت مباشرة باتجاه هذه القاعدة، وتمكنت هذه الضربة من تحقيق هدفها. وأدى هذا الأمر بحسب ما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان والأسوشيتد بريس إلى قتل 6 عناصر من الكوماندوز من قوات سوريا الديمقراطية داخل قاعدة حقل العمر النفطي، بالإضافة إلى جرح 20 شخصا. وهذا أول ردة فعل من المقاومة الإسلامية في العراق باتجاه القواعد الأمريكية بعد كل الضربات العنيفة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي سوريا. وفي سوريا استخدمت القاذفات الاستراتيجية B-1 بامر، رغم ذلك الهجوم كان حاضرا، ويرجح أن الطائرة المسيرة قد انطلقت من الداخل السوري مباشرة على هذه القاعدة لكي لا ترصد وتكون وتحقق استهدافا سريعا في عمق هذه المنطقة. واستمرار الفصائل المسلحة المقربة من إيران بهذه الهجمات برره كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية السابق، كما كتب هنا في الواشنطن بوست، ولاحظ ما الذي ذكره ولماذا الاستمرار بهذه الهجمات. أعطت إيران تصريحا شاملا للفصائل لمهاجمة المواقع الأمريكية في العراق وسوريا، مما أدى إلى إنشاء هيكل لا تحتاج فيه الفصائل للعودة لطهران للحصول على موافقة. وبالتالي دائما إيران تتخلص من المسؤولية، ولكنها أعطت التخويل الكامل لهذه الفصائل بالتصرف كما تريد، كما يتحدث كينيث ماكنزي.